يعني نقدر نقول الاسكان ما في شيء غير بيوت مهجورة بس هاللون، لا برادات لا غير، وخاصة المساجد. المساجد يعني أنا أمشي حق المسجد 500 متر، 500 متر مسجد كابينة معمولة من فاعلين خير. عطونا البيوت، لكن في بعض الملاحظات. مثلا أول ملاحظة مثل ما تشوفون عندنا الارتداد، بيت أكبر من بيت، أرجع يعني ينظرون في ذي الموضوع، هاي بيت أكبر من بيت، ضم الارتداد اللي لا الارتداد يأخذه. وثاني ملاحظة يعني هذاك البيت نفسه رايح لبرا البنيان، إنزين اللي قاعد في ذي البيت مستضيج يبي يطلع لهني مو راضين إنه يأخذ الارتداد، بيوسع عليه عنده عيال وايد بيكبر صالته يقول لك ممنوع. إنزين ذاك البيت نفسه هاي ملاحظة، إنزين ذي البيت نفسه عطه. ثاني ملاحظة هاي البيت الله رزقه بزاوية، وفي بيوت فيه زوايا هي نفسها فيها درايش، انزين ليش ما تخلي هاي يفتح دريشه؟ يقول لك ممنوع. ثاني شيء الارتدادات اللي قدام الصغار يعني الحجار، في ناس عندهم بيحطون العيال اثنين وثلاثه في حجره، الحجره صغيره يبي يكبرها شوي بيروح على الارتداد مو براضين، يقول لك دريشه تبدلها ممنوع. انت تعال شوف الدريشه ما قصرها جزاهم الله خير، من اجود الدرايش، لكن لين تبطلها لازم تشيل الستاره كامله حق تبطل الدريشه. انزين اللي بيبدل الدريشه يقول لك ممنوع، كل شيء ممنوع. هذه اقل الاسباب يعني اللي نتكلم فيها. اللون اللي بيحط له ابيض شوي بفاتحه قال لك ممنوع. وايد التزامات، ارجع يعني ارجو من المسؤولين يعني يتفهمون ذي الموضوع وتساعدون ويانا في ذي الشيء. بالنسبه عن المخارج والمداخل، مو معقوله سيد وران سيد مدخل واحد حق مدينه الحين اعتقد اللي ساكنين فيها اكثر من 2500 شخص او 2500 وحده سكنيه حاليا ساكنين فيها. الحين يعني نقول بعد يمكن موضوع الكورونا والاشغال والمدارس واقفه يمكن ما صارت ازمه كبيره، لكن انت الحين الامور قاعده تتعدل، فلازم نوقع في ازمه عوده على اساس يصلحون الوضع. مو معقوله يعلنون عن مدخل ومدخل شرق الحد انه راح يفتح صارت عليها مثل ما يقولون اعلام وينفتح في خلال شهر ونص يردون يهردمونه. كم تكلفه الخساره ذي؟ كم من يتحملها هذه؟ على الاقل طلبنا وتكلمنا من قبل خدمات يا جماعه، براده، سوبر ماركت، خباز، اي كان اي شيء، بس على الاقل الناس تقدر تنفس. احنا خروجنا صعب ودخولنا صعب، محتاج سندويتش يعني شيء خفيف تبي تاكله، مات فلس يمكن يكلفك البترول دينار واحد عشان تفطر فرة كاملة وترجع الدش. أتمنى أن يكون لنا مركز شبابي تابع لنادي الحد، لأن عندنا طاقات وخامات هني، شباب عندها إمكانيات كبيرة، ونتمنى يعني توفير الخدمات بشكل عام وينظرون في هاي الأمر، على علم أن في أراضي تكلموا أن هي موجودة من قبل لا يبتدي المشروع، ولكن نحن صار لنا سنتين وزيادة ما شفنا أي طابوق انحطت لجل هالخدمات هذه. من المفترض أن الخدمات تتوفر قبل لا يوزعون البيوت، فأنتمنى النظر في هاي الأشياء لأن طالت المدة.